اخواني حضرات المشايخ الاجلاء العمائم البيضاء بني معروف الاحرار جولس الايمان والتقوى، لابد لي من كلمة قصيرة في هذا المقام الجلل. وفي حق الفقيد ولو بالشيء القليل. قال تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. لا نقول إلا ما يرضي الله ورسوله والأنبياء أجمعين. لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار أو بأجل مسمى. الموت حق وعدالة اجتماعية خص بها البارئ عز وجل ذاته عن البشر، فمن أسمائه العلى الرحمن والرحيم المالك القدوس، وأيضا السلام والمؤمن والمهيمن والغفار والستار والقهار، أي الذي يقهر العباد بالموت إن شاءوا أم أبوا. والموت لا يفرق الكبير عن الصغير والغني عن الفقير وصاحب المنصب عن الإنسان الذي يعمل في أي عمل آخر، والأبيض عن الأسود والدرزي عن المسلم أو الدرزي عن المسيحي والكافر عن المؤمن. الموت يدرك كل الرقاب، هذه هي سيطرة البارئ عز وجل على الكون. لو كان لنا الخلود لما وجدنا الآن هنا، ولكن كل منا لابد له من ساعة أن يرحل فيها عن هذا الكون، لقول الشاعر كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. ثم قال الشاعر مباهيا بني البشر، إذا مررت بجنازة فاحمل بها واعلم بأنك بعدها محمول. بفقدان العم أبو زياد جبر هنو العم والجد والوالد والأخ والسند أبو زياد جبر هنو طبقة جولس ركنا من أركانه، ركنا اجتماعيا شارك الناس أفراحها وأطراحها، عمل في القرى العربية لتثبيت وترسيخ دعائم الأخوة بين كل الطوائف. أبو زياد صاحب البسمة العريضة، صاحب الملقى الطيب، فاتح الباب وصاحب الديوان. وأقول لكم وأنا أفتخر حتى بعد رحيله، لأنه مقياس للعمل الاجتماعي، اتصل بي احد القادة من نابلس وقال لي لو كان بامكاني الوصول للتعزية في اجر الشيخ ابو زياد لما تأخرت ثانية واحدة. قلت له لماذا؟ قال لي ابو احمد عندما كان في مدينتنا لم نعرف هو الاخ او هو الاب او هو الام، هو الانسان الذي كان يسمع ويحل المشاكل. إذا جاءته زوجة للم الشمل قال لها على راسي، وإذا جاءه طفل سمع منه وضحك، وإذا جاء المجتمع مدينة كاملة، نابلس تعتبر جبل النار، يعني فيها المثقفين أمثال فضوة قانوة ودولاي، عائلات عريقة المصري والحوارجي وغيرها والشكعة كلهم يشهدوا. بالحق ابو زياد انه كان انسان في المنصب، انسان اولا باخلاقه
واحترامه للمجتمع ومحبته للناس، ولم يكن المنصب كما هو يعتقد انذاك يرفع مجاهه، بل بالعكس المنصب هو خدمة لابناء شعبه وتواصل ان كان هنا او في المثلث او في النقب او في الجليل. برحيل العم ابو زياد تفقد الطائفة الدرزية عامة رجلا مثاليا، خلوقا، انسانا عاش من اجل الانسانية. ارفع اسمى ايات التعزية للطائفة الدرزية عامة ولاخواني واهلي في جولس ولاحبابي واصدقائي واخوتي آل هنو، لاخوان الفقيد، لابنائه، للرئيس ابو ربيع، للجميع، للعمائم البيضاء. سأل البارحة عز وجل ان اتغمد الفقيد بواسع رحمته مع الصديقين والانبياء والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.